حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد وإلى آخر مواضيع أمسيتنا لهذه الليلة، حيث كشفت دراسة علمية أقيمت بالتعاون بين جامعة الشارقة وإدارة التثقيف الصحي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، استهدفت الدراسة أشخاص من مختلف الجنسيات والفئات على مستوى الدولة لدراسة التغيرات التغذوية ونمط الحياة خلال جائحة كورونا والحجر الصحي في الإمارات، وتبين أن هناك الكثير من التغيير في نمط الحياة خلال الجائحة. المزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة ومعاييرها وأبرز ما لوحظ خلالها، يسعدنا أن نرحب اليوم بضيفتنا في الاستوديو بالدكتورة هادية رضوان، أستاذ مساعد في قسم التغذية العلاجية والحميات في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير دكتورة. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. حياك الله. يعني هذه الدراسة التي خلينا نقول جاءت في وقتها، خصوصا بعد هذه الفترة العصيبة من الجائحة التي مر بها العالم ككل، غير كثيرا من حياة الأشخاص وأسلوب حياتهم ككل أيضا صغارا وكبارا. هذه الدراسة نتحدث عن أهميتها ولماذا جاءت في هذا الوقت على وجه التحديد؟ مثل ما تفضلت أنه هالدراسة أهميتها كان في توقيتها، بدأ تخطيط لها من بداية الحجر المنزلي تقريبا. وجدنا أنه طول فترة الحجر المنزلي ممكن تأثر على تغيرات التغذوية والحالة الصحية والأنماط الصحية، أنماط الحياة للأفراد في المجتمع. فالدراسة طبعا خططنا بين جامعة الشارقة وإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووضعنا الأسس لهالدراسة لأنه وجدنا في حاجة ماسة لندرس هالتغيرات. والدراسات اللي شفناها المنتشرة وكثرت الدراسات بس من النواحي الطبية، النواحي الصحية، نواحي الدوائية، بس نواحي التغذوية كان في ندرة لها. فحبينا نتعرف على شو عم بيصير في داخل هالبيوت في خلال الحجر الصحي، نعرف شو ممارساتهم الغذائية، سلوكياتهم، الأنماط الصحية، أنماط الحياة تبعهم، هل تغيرت أم لا. فحبينا ندرس هالشيء عن قرب، وتوقيتها كان خلال الحجر الصحي، فحيعكس طبعا الحالة الواقعية اللي حصلت بهالفترة. بالتأكيد سنتحدث دكتورة بتفاصيل أكثر، لكن نستأذنك في هذه المداخلة مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا التعاون ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وجامعة الشارقة. نرحب بالأستاذة مهرة خلفان الكتبي، مدير شعبة إدارة المعرفة والأداء في إدارة التثقيف الصحي. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أستاذة مهرة. مساء النور والسرور، وشكرا على الاستضافة وحياكم الله جميعا. اليوم حابة أتكلم باسم إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، واللي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم يحفظها الله، الله يحفظها، اللي دائما تحرص على صحة وزيادة وعي أفراد المجتمع. نعم. بتكلم عن دورنا في الدراسة العلمية اللي تدور حول التغيرات التغذوية ونمط الحياة أثناء الحجر الصحي المنزلي لوباء كوفيد-19، اللي طبعا الدراسة غطت دولة إمارات العربية المتحدة بكافة إماراتها. طبعا كنا عايشنا الوضع في الحجر المنزلي في ظل الجائحة، وشعرنا حقيقة يعني بالتغيرات السلوكية بين أفراد المجتمع. وفكرة البحث انطلقت من الإدارة، وكان الهدف أن نواكب التوجهات العالمية وتغير حاجة المجتمع في مجال التثقيف الصحي. طبعا نحن في الإدارة دائما نحرص أن أنشطتنا وبرامجنا تستند إلى إحصائيات واستبانات تقيس توجهات المجتمع واهتماماته في مجال الصحة، عشان نعد برامج صحية تناسب المجتمع. جاء دور الإدارة في هذا البحث بالفكرة بإعداد مثل هذه الدراسة في خلال فترة الجائحة، وبالشراكة مع جامعة الشارقة تم تصميم أداة البحث والسعي إلى نشرها عبر كافة الوسائل الممكنة لإنجاح هذه الدراسة. طبعا جامعة الشارقة هي أكبر منبر علمي في الإمارة، ودائما نحرص أن نتعاون معهم في برامجنا، وأنتهز هاي الفرصة لأشكر الدكتورة هادية رضوان على جهودها في إنجاح هذا البحث، والأعضاء اللي شاركوا معنا الدكتورة فرح والدكتور حيدر والأستاذة مروة، أشكرهم صراحة على جهودهم في هذا البحث والسعي لنشره في مجلات علمية بإذن الله. الشيء اللي كنا نطمح
في الإدارة أن يعني نشارك في بحث علمي يكون يعني منشر في مجلات علمية بإذن الله. نعم. ودائما إن شاء الله بيكون تعاون بيننا وبين الجامعة إن شاء الله. أستاذة مهرة يعني يعطيكم العافية على هذه الجهود، دائما إدارة التثقيف الصحي حاضرة في كل ما يخص ويهم صحة الفرد في المجتمع، ونشوف ما شاء الله هذا التعاون أيضا الجميل اللي استفدتوا أكيد من هذه الجائحة بهذه الخروج بهذه الدراسة الجميلة حول تأثير الجائحة على نمط حياة الإنسان خصوصا في دولة الإمارات، واختيار هذا التوقيت ليعكس الشفافية والواقعية لهذه الدراسة. كيف وجدتم هذا التعاون بينكم وبين جامعة الشارقة؟ طبعا نحن تعاوننا مستمر مع جامعة الشارقة، ودائما نعتمد عليهم كأكاديميين وكمنارة علمية في إمارة الشارقة لتصميم برامجنا في الإدارة. طبعا جاء دورهم في هذا البحث طبعا من الجانب العلمي، دكاترة موجودين، دكتورة هادية رضوان ما قصرت معنا جزاها الله خير، وكان تأسيس هذا البحث على أسس علمية، وشاركت في إعداد يعني الأداة وتصميمها بشكل علمي دقيق بحيث يقيس فعلا التغيرات في أنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع. نعم. كيف ستستفيدون أستاذة مهرة من هذه الدراسة ونتائجها؟ أكيد نفس ما قلت إن نستفيد من الدراسات هذه في يعني إعداد برامج تستهدف المجتمع ويعني وضمن توجهاته وضمن اهتماماته وضمن حاجته بعد. يعني ما مثلا ما نسوي برامج يكون المجتمع مش محتاج لها او صحيح. مش مهتم فيها. جميل جدا، بالتاكيد مثل هذه الدراسات تعود بالنفع للبحث عن ما يهم الفرد في المجتمع، وبالتالي يعني الارتقاء بصحه الانسان. كل الشكر والتقدير للاستاذه مهرة خلفان الكتبي، مدير شعبه اداره المعرفه والاداء في اداره التثقيف الصحي بالشارقه. شكرا جزيلا. يعني ما شاء الله، يعني هذه الجهود الحثيثة بين هذه الجهات، إدارة التثقيف الصحي بالشارقة وكلية العلوم الصحية أيضا بجامعة الشارقة، يعني هذا التعاون الجميل اللي يعني البحث في هذه الأمور أيضا التي تهم الفرد. هناك يمكن أهداف معينة تسعون لتحقيقها من خلال هذه الدراسة، وهناك نتائج ترجون الوصول إليها. طبعا هذه الدراسة بتجي بإطار تحقيق لأهداف إدارة جامعة الشارقة اللي دائما بتشجع البحوث العلمية التي تخدم مجتمع الإمارات بالإجمال. نعم. واللي تكون لها نفع على المجتمع بتحسين حالته الصحية والتغذوية. بالنسبة للأهداف الدراسة، طبعا بما أنه شفنا في وجود الحجر الصحي لمدة طويلة ممكن يأثر على التغيرات، فكان الهدف منها دراسة التغيرات التغذوية والأنماط الحياتية. وكمان زدنا عليها لأنه في حالات التوتر، يعني بدنا نشوف حالات التوتر وكيف كانت الصحة النفسية. الصحة النفسية على الأفراد، لأنه الصحة النفسية هي كمان تشكل عامل مهم لصحة الإنسان. يعني فبدنا لأنه العوامل هاي كلها بتعزز من المناعة، ونحن أهم فترة هلأ عندنا يكون الأفراد عندهم مناعة قوية لمواجهة هالجائحة. نعم. يعني نحن لا يوجد للآن أي علاج نافع مثل ما نقول أو لقاح نافع، فنتجه للوقاية. الوقاية هي مثل ما قولوا خير من الألف خير علاج. من العلاج. نعم. فلذلك الوقاية بتكون أهم شيء، تعزز المناعة الصحية للأفراد، والتغذية هي أهم جزء من هالتعزيز المناعة. فالدراسة هدفها هو مثل ما قالت الأخت مهرة، بتشكرها على الحديث بعد، أنه نحن بدنا نحاول من خلال هالنتائج، من خلال إدارة التثقيف الصحي، حيتعرفوا على النواحي اللي لازم يكثفوا الوعي الصحي لأفراد المجتمع. نحن تعرفنا على الفئات المجتمع اللي بدها تكثيف لزيادة الوعي الصحي والبرامج الصحية تركز على هالنواحي هاي، طلعت نعم. فيها المخرجات البحث. نعم. دكتورة هذه، يعني لو ندخل شوية في أعماق هذه الدراسة، هناك يمكن معايير معينة تضعونها يعني قياسها على أرض الواقع بالنسبة للتغذية
وكذلك الموضوع ينطبق على الصحة النفسية وغيرها من أساليب الحياة. نتعرف على هذه النقاط والمعايير وكيف تم تطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع. طبعا الدراسة تم تصميمها بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي حسب المعايير الأخلاقية والعلمية المناسبة لإجراء دراسات علمية. نعم. لأنه النتائج اللي حنطلع فيها لازم توثق في مجلات علمية، فنحن بهمنا أنه تكون البداية بداية علمية وثابتة، يعني تكون نتائجها يعتمد عليها بالنسبة للبرامج واستراتيجيات الدولة. فلذلك المعايير اللي تبعناها معايير أخلاقية وعالمية، وأخذنا المعلومات من يعني بداية قبل ما نعمل الاستبيان، اطلعنا على الاستبيانات العالمية وشفنا شو المعايير ممكن تنطبق عليها دولة الإمارات. يعني ممكن نحن نعمل لها adaptation مثل ما نقول لكالتشر تبع دولة الإمارات، لثقافة دولة الإمارات. وكانت يعني قبل ما نبتدي البحث عملنا مثل تجارب نبعث الاستبيان ونغير بالبحث. الاستبيان من خلال إدارة التثقيف الصحي تم توزيع اللينك الرابط اللي فيه الاستبيان باللغة العربية والإنجليزية، فلذلك شملنا كل أفراد المجتمع من كل الجنسيات، الأعمار طبعا من 18 فما فوق، نساء رجال، فالكل كان ممكن يشارك في البحث عند ما يوصلوا اللينك، ممكن يملي المعلومات طبعا تخزن في نوع الأسئلة. دكتورة، نوع الأسئلة التي تم طرحها لقياس هذه يعني العملية؟ طبعا الاستبيان احتوى على عدة محاور. أول شيء المعلومات الديموغرافية طبعا، وسألناهم يسجلوا الوزن والطول لنحسب المؤشر كتلة الجسم البي ام اي، لأنه كثير مهم نعرف إذا مصابين بالسمنة أو زيادة الوزن. وأخذ بعدين عدة محاور اللي هي محور التغذية، أخذنا منهم معلومات عن الممارسات الصحية، عن التغذية، عن عاداتهم وسلوكياتهم التغذوية، هل زادوا من تناول نوع من الطعام، شو الأنواع الطعام اللي بيعتقدوا أنه بتزيد المناعة، هل قلل. وبعدين دخلنا بالأنماط الحياتية، يعني التدخين، النوم، ساعات النوم، ساعات كمية التدخين هل قلت زادت، ساعات النوم هل قلت زادت، مقارنة ما قبل الحجر ببعد الحجر. كان سؤالنا بالضبط، هل زاد أم بعده نفسه أو قل خلال الحجر. فلذلك المعلومات اللي حصلنا عليها هي معلومات واقعية خلال الحجر. أهم شيء سألنا كمان عن النشاط الرياضي والبدني، اللي كان باعتقادنا أنه حيشكل كمان عامل مهم، لأنه الحجر المنزلي كان ممكن يخفف من النشاطات الرياضية. بالتأكيد. هل تفاوتت النتائج ما بين مثلا الصغار مقارنة بالكبار، النساء مقارنة بالرجال؟ كيف وجدتم النتائج؟ النتائج الحلوه اللي طلعت معنا بالنهايه، لانه مثل ما تفضلتي بدنا نعرف مثل ما بيقولوا وصف للعين اللي اكثر عرضه للممارسات الغير صحيه. فعملنا مثل تحليلات احصائيه، وتبين لنا عملنا مثل سكورينج، يعني جبنا سكور هدف معين، هدف حطينا الممارسات الغير صحيه اللي هي زياده تناول الطعام، قله ممارسه الرياضه، زيادة التدخين، قلة ساعات النوم، وزيادة الوزن، فخمس معايير صحية. فاللي وعملنا حاولنا نلاقي علاقة إحصائية بين، وجدنا أنه النساء للأسف أكثر من الرجال، اللي أعمارهم أقل من 40 هم المعرضين ولا أكثر للممارسات الغير صحية، واللي وزنهم زائد، الأشخاص اللي وزنه زائد أو يعانون من السمنة كان في علاقة مباشرة مع زيادة ارتفاع نسبة الممارسات الغير صحية. وكمان سألنا سؤال مهم جدا اللي هو وين بتسكن؟ المكان السكن مهم جدا، لأنه إذا بيسكن في فيلا أو بيت مع حديقة، وجدنا أنه ممارساته صحية أكثر كانت من اللي بيسكن في شقة أو في منزل من دون حديقة. هل تؤثر المنطقة السكنية، يعني اللي ساكنين مثلا خلنا نقول في المدينة عن اللي ساكنين خارج المدينة، هل تؤثر في نمط الحياة؟ ممكن جدا. من خلال هذا الدراسة. سؤالك ممكن كثير حلو. ما سألنا وين بأي منطقة، سألنا على الإمارة، سألنا عن السكن نفسه. نعم. فإذا مساحة السكن، مساحة المنزل، لأنه أنت عم تحكي عن الحجر، شخص قاعد في مساحة معينة، فأنت مش مسموح تطلع خارج المنزل، معك
تمشي في خلال، فإذا في مساحة في الحديقة ممكن يتشجع يمارس رياضة، أما في المنزل ممكن يكسل وما يمارس أي نوع للرياضة. لماذا دكتورة لم يتم تخصيص يمكن دراسة للأطفال الصغار؟ كيف أثر عليهم الحجر؟ والله لازم، سؤال كتير حلو، ولازم كنا ندرس الأطفال، بس المشكلة اللي صارت عنا أنه التواصل معهم يمكن صعب. صعب بدنا نتواصل من خلال الأهل. الثاني شيء الاستبيان كان كتير طويل، يعني ما فينا نسأل. سألنا سؤال مهم جدا، هل يمارسون الرياضة مع أطفالهم؟ فلقينا أنه زادت في 25% قالوا إيه من مارس الرياضة مع الأطفال. هذا السؤال الوحيد اللي سألنا عنه. هل هناك يا دكتورة نتائج إيجابية في المقابل؟ يعني لاحظتوا أن في شخص مثلا استغل هذا الحجر لتغيير نمط حياته للأفضل، هل لمستم هذا التغيير الإيجابي؟ بالنسبة للتدخين مثلا كانت نتيجة 39% قللوا التدخين مثلا، كانت نتيجة حلوة. أنه في بعض الأشخاص مارسوا عادات صحية، فنحن اللي عم نحكي عنه اللي مارسوا عادات لنقول غير صحية، حوالي مثلا 30-32% مثلا زاد وزنهم أو زاد تناول الطعام معهم، أو 20% قل النوم عندهم. بس بالمقابل في أشخاص ممكن يكونوا مارسوا عادات صحية، وأنا يعني عرفنا هالشيء أنه لما كنا نحكي مع ناس بيقول لك لا أنا زدت رياضة، بالعكس الحجر خلى عندي وقت أكثر لممارسة الرياضة، خلاني أطبخ. ونحن سألناهم أسئلة عن أنواع الطعام اللي بتزدت تناولها خلال الحجر، وجدنا 90% زاد الأكل هوم كوكت، يعني الطبخ المنزلي. طبعا كلنا شفنا كل ما بتفتح السوشيال ميديا في وصفة طعام، يعني الكل جرب كل وصفات الطعام، بس الكمية المشكلة كانت في الكمية. في الكمية يمكن الوقت الإضافي كانوا يتسلون، يمكن التحول والتسلية للطعام، وجبات الطعام الخفيفة كمان. ما هي التوصيات التي خرجتم بها من هذه الدراسة؟ طبعا الدراسة كانت يعني نتائجها كانت مهمة جدا ومميزة. وجدنا أنه الأهمية لازم مهم جدا نزيد الوعي لدى، ونعرف هالشيء كمان من خلال التساؤلات اللي لما عرضت النتائج في مؤتمر دبي الأسبوع الماضي، كان في تساؤلات كتير أنه كيف بدنا نزيد الوعي، شو أنواع الغذاء اللي يعني في معلومات عندهم معلومات الناس، بس هل يمارسون هذه يعني المعلومات اللي عندهم، هل يمارسوا يعني هناك وعي دكتورة ولكن لا يطبق على أرض الواقع. لا يطبق، لذلك لازم تكون نشر الوعي مع استراتيجيات يعني لزيادة الوعي، كيف يعملوا وجبات متوازنة صحية، كيف تزيد الرياضة حتى لو في المنزل، كيف تتمارس الرياضة حتى لو في المنزل أو في الشقة، لأنه إحنا وجدنا الناس اللي قاعدين في الشقق والمنازل بيقولوا لك ما في مساحة. لا فيك تمارس الرياضة في مكان ضيق، يعني فيك تعملي وجبات متوازنة من زيادة تناول الخضار والفواكه، يعني زيادة تناول كمان لقيناهم أنه مثلا 90% قالوا أنه نحن ممكن انه زياده تناول الفواكه الحمضيه اللي هي البرتقال والليمون ستزيد من المناعه. فهيدي معلومات عندهم من المعلومات، بس بدهم شويه يعني ارشادات. نعم بالتاكيد ارشادات عمليه اكثر. بالتاكيد هذه الارشادات دكتوره نريد منك، يعني هذه النصائح الختاميه توجهينها للساده المشاهدين ل يعني استغلال هذه الاوقات، بما ان في بعض الناس ما زالوا يعملون عن بعد، وأيضا بالنسبة للأطفال أكيد الدراسة عن بعد، فكيف يغيرون من نمط حياتهم إلى نمط حياة صحي؟ أنا بلاقي أنه الأهم شيء الأسلوب الحياة الصحي اللي هو يتمثل بالغذاء الصحي. الغذاء الصحي شو بنعني بالغذاء الصحي المتوازن؟ يعني وجبات صحية متوازنة، كميات تكون أقل، ممارسة يعني تشمل كل المجموعات الغذائية اللي هي الخضار الفواكه البروتينات، نلتزم بالطريقة لأنه الطهي الصحي. يعني كمان نحن ممكن أنا عندي زاد التناول من الطعام المطبوخ في المنزل، بس هل عم تتبعي أسلوب طهي صحي؟ كمان كميات لازم تقللها، يعني ما في لزوم نحن إذا يعني قاعدين في المنزل كل النهار ما في أي نشاطات بدنية، فلازم تقلل الكميات. النوم مهم جدا، نام ساعات نوم الليلي مش النوم بالنهار، نوم الليلي، تقليل التدخين، أهم شيء الرياضة، برجع بشدد الرياضة، الحركة والرياضة، مجرد نص ساعة في اليوم، وممكن تقسميها 10 دقائق في الصبح، 10 دقائق الظهر، 10 دقائق مش كتير، يعني أنت بيقعد الواحد، أنا بقول لهم بتقعدوا على
السوشيال ميديا بتقعدي بالساعات. اهم شيء دكتوره عن الوجبات السريعه التي السريعة. يعني اصبحت في متناول الدليفري صار سهل والطلب صار سهل. نعم. وهي اهم شيء كمان ما ننسى التوتر، العينه عندنا طلع عندنا عالي التوتر، سالناهم نعم. يعني شو بتعملوا ممارسات ل تخفف التوتر، كان في نسبة 40% بيقولوا الصلاة وبعدين السوشيال ميديا وبعدين في مديتيشن وفي ناس اكسرسايز مور. نعم نحن نتمنى يعني الصحة لأكيد جميع المشاهدين والوصول للمعلومة أصبح سهل طبعا. سهل يعني دكتورة في ظل انتشار يعني التقنيات والتكنولوجيا. كل الشكر والتقدير للدكتورة هادية رضوان أستاذ مساعد في قسم التغذية العلاجية والحميات في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة. شكرا جزيلا. مشاهدينا إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام أمسيتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.